الآن مشاهدينا الكرام ينضم معنا كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة إيكوتي من دبي رائد الخضر. أهلا بك سيد رائد معنا في هذه الجولة في الأسواق. سيد رائد أبدأ معك بقراءة عامة لمحضر اجتماع الفيدرالي في يونيو الذي أظهر أن أغلب المسؤولين قد أشاروا إلى وجود احتمال كبير لتطبيق المزيد من التجديد في السياسة النقدية، كيف تقرأ كل هذا؟ تفضل. طبعا نحن كان عندنا حديث سابقا لجيروم باول وخلال موعد قرار الفيدرالي الاخير الذي تمت فيه اسعار الفائده، كان الحديث على انه هناك احتماليه رفعات اسعار فائده قادمه و25 نقطه اساس في كل رفعه على عدد رفعتين. هذا بحد ذاته يعني كان حديث الاسواق. الان محضر الاجتماع اكد ان اعضاء الفيدرالي متفقين على ضروره رفع اسعار الفائده بشكل اكبر، وذلك لمجابهه التضخم الذي يصفونه بالتضخم البطيء بالاستجابه، وبالتالي ضروره رفع اسعار الفائده بشكل اكبر وارده جدا وابتداء من اجتماعنا في الشهر الحالي. بالتالي اجتماع يوليو قد ينم عن رفعه في اسعار الفائده ب 25 نقطه اساس. هذه الاحتمالية وفق CME tool أو أداة CME لتوقع أسعار الفائدة أصبحت عند 85 أو إلى قرابة 88% حتى وصلت اليوم، كإمكانية أن يكون في عندنا رفع لسعر الفائدة في الاجتماع لهذا الشهر. طبعا ما يعني يظهر من هذا التوجه هو قوة أكبر في أداء الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه من العملات. بشكل واضح لدينا أداء إيجابي وجيد وقوي من الاقتصاد الأمريكي يؤهل الفيدرالي لرفع أسعار فائدة دون أن يكون هناك مخاوف كبيرة على يعني systematic risk أو مخاطر نظامية من البنوك أو ما إلى ذلك. ومع ذلك نحن في عندنا احتمالية الركود لا تزال واردة بنهاية تعاملات هذا العام نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل كبير والذي قد يؤثر على أداء الأعمال التجارية. ولكن حتى الآن ما يصدر من مؤشرات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن سوق العمل ومن قطاع النشاط التصنيعي والخدمات كلها تأتي في قراءات إيجابية وجيدة دون أن أي تأثير يذكر من أسعار فائدة مرتفعة. وهنا تأتي ثقة الفيدرالي أنه رفعت أسعار فائدة إضافية لن تؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد بشكل عام. أيضا سيد رائد، يعني الفيدرالي الأمريكي هو الآخر توقع بحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي نهاية العام 2023. برأيك يعني هل الاقتصاد مثل الولايات المتحدة الأمريكية يعجز عن وضع آلية توازن ما بين رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم يقابله زيادة أو تضخم أو ارتفاع في الركود في الجانب الآخر؟ هل هناك آلية متوقعة أن يقوم بها الفيدرالي الأمريكي لمحاربة التضخم برفع الفائدة من غير الوقوع في خطر الركود؟ حقيقة يعني كوضع اقتصادي من المعروف أن التضخم المرتفع محاربته ومكافحته أصعب بكثير من أن يكون التضخم بطيء. نحن عم نشوف التضخم المرتفع تكون آلياته على مدة زمنية أطول. رفع أسعار الفائدة أو التضخم المرتفع بشكل عام يؤثر على أداء الاقتصاد لفترة نوعا ما طويلة، لأنه رح يؤثر على الأدوات التي يملكها البنك المركزي نوعا ما، على رأسها هو أسعار الفائدة. وأسعار الفائدة برفعها يوجد مضار ويوجد مكاسب، ولكن خلينا نأخذ الأمور بواقعية أكبر. الركود الذي قد يحدث أو الركود التقني اللي ممكن يحدث هو ركود وانكماش في الناتج المحلي الإجمالي. فنيا نحن بنقول إذا ربعين متتاليين من العام كانوا بانكماش نحن دخلنا بانكماش، ولكن هذا الانكماش يأتي بعد تحسن قوي جدا في معظم قطاعات الاقتصاد وارتفاعات قوية في معظم قطاعات الاقتصاد. بالتالي الركود يكون ما هو إلا يعني عملية كوركشن أو تصحيح للوضع الطبيعي بنتيجة أنه أسعار الفائدة مرتفعة، فتبدأ الأعمال التجارية باستشعار الأثر السلبي لارتفاع الاقتراض أو تكلفة الاقتراض تحديدا، ومن ثم
يبدأ الميول نحو تقليص في الإنتاج، تقليص في خطوط الإنتاج، ومن ثم ندخل في دائرة الركود الاقتصادي. ولكن الركود الاقتصادي إذا بدنا نشابهه فهو يعني أو كمرحلة مشابه للركود الاقتصادي الذي قد حدث بنتيجة السياسات التشددية القوية التي تم اتباعها قبل الأزمة المالية العالمية، ومن ثم دخلنا بمرحلة الركود. ما أريد الإشارة إليه حاليا أنه نحن هذه الموازنة اللي أنت تفضلت سألت عنها بين عملية الركود وبين عملية مكافحة التضخم هي عملية صعبة على الفيدرالي نفسه، ولكن هي يعني سوف يكون تأثيرها ضعيف على الاقتصاد بشكل كبير. لا يزال الاقتصاد يؤدي أداء إيجابية. الفائدة المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة من الصعب أن تستمر لفترة طويلة، وهو مستهدفاتهم هو إيصال التضخم إلى المستهدفات عند 2% بشكل سريع قبل أن يكون الضرر أكبر على الاقتصاد من أسعار الفائدة المرتفعة. بالتالي نحن قريبين جدا من تحقيق مستهدفات الفيدرالي عند 2%، يعني نظريا نحن نشوفها ممكن لا تزال عند 4%، ولكن 2% عند أسعار فائدة مرتفعة بالشكل الذي نراه حاليا ممكن أن يصل إليه قبل نهاية تعاملات هذا العام دون الوقوع في الركود الاقتصادي أو الانكماش الاقتصادي. هذا واحد. اثنين، في نقطة مهمة جدا اللي هي أنه عم نشوف أداء الاقتصاد الأمريكي إجمالا لا يعكس هذه المخاوف، ولكن نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة راح يصير في عندي خلل في أسواق المال، بالتحديد نتحدث عن سواق السندات وعوائد السندات والمشاكل ممكن أن تأتي بنتيجة انقلاب منحنى عوائد السندات، والذي يكون فيه عوائد السندات مرتفعة على المدى القصير ومنخفضة على المدى الطويل نسبيا، وبالتالي ذلك يعني يسبب تدفق للأموال إلى بشكل سريع جدا إلى السندات ذات المخاطر المنخفضة بشكل أكبر. وهنا نقطة مهمة أنه نحن في عنا الاقتصاد الأمريكي حتى الآن هو يظهر انقلاب في عوائد السندات، لكن الأداء لا يزال إيجابي إجمالا، بالتالي الضرر محدود ونسبي، ونية الفيدرالي بإيصال التضخم نحو المستهدفات هي قبل كل شيء، بالتالي أسعار فائدة أعلى قد نراها حتى نهاية تعاملات الربع الثالث وبداية تعاملات الربع الرابع من العام الفني. طيب سيد رائد، يعني بالحديث عن محضر الفيدرالي الأمريكي، بالنسبة للذهب برأيك ما مصير أسعار الذهب بعد محضر الفيدرالي للسوق المفتوح، وأيضا الاستمرار أو التوقعات بالاستمرار بتجديد السياسة النقدية؟ أعتقد هناك تماسك لأسعار الذهب، ولكن يميل إلى الانخفاض أكثر بنتيجة قوة الدولار الأمريكي اللي نحن عم نشهدها بشكل أكبر كأي حديث عم بيكون أو أي خطاب أو أي مثل ما شفنا محضر اجتماع فيدرالي يوم أمس ضغط أسعار الذهب بالاتجاه الهابط، وشفنا الذهب اليوم قد لامس مستويات 1913 دولار ويضغط أكثر بالاتجاه الهابط، ربما لا طالما تزال تعاملات أسعار الذهب دون مستويات 1335 إلى 1935 دولار للأونصة 34 دولار للأونصة. هذه المنطقة تعتبر مستويات مقاومة مهمة لأسعار الذهب تمنعها من الارتفاع بشكل أكبر، وميله للهبوط هو أكثر في الفترة الحالية، ولكن هذا الهبوط سيبقى محصورا فوق مستويات 1885 دولار للأونصة التي تعتبر هي منطقة انطلاق موجة الشراء القوية المتوقعة بشكل كبير جدا فنيا واقتصاديا، لأنه راح نكون اقتربنا أكثر من موعد الانكماش الاقتصادي الذي قد يحدث على الاقتصاد الأمريكي، وفي نفس الوقت أعتقد يستنزف الدولار الأمريكي كل قوته عند تلك المستويات، ومن هناك ممكن أن تتشكل عندي موجات شراء بشكل أكبر. بالتالي على المدى القصير إلى المدى المتوسط نرى الذهب تحت الضغط مستمر إلى ما دون مستويات 1900 دولار للأونصة وارد جدا. منطقة الشراء أو منطقة التجمع الشرائي ممكن تبدأ بمنطقة عند 1885 إلى 1895، ومن هناك ممكن تتشكل عندي موجة صاعدة على أسعار الذهب تعوض أو تحاول رؤوس الأموال أو المحافظ الاستثمارية التوجه نحو الذهب عند تلك المنطقة، لأنه راح يكون في عندي مخاوف كبيرة من الركود الاقتصادي نتيجة القوة المفرطة في أداء الدولار الأمريكي.
طيب إذا ما تحدثنا أيضا عن الدولار ومدى تأثره، كيف ترى مستقبل الدولار والعملات الرئيسية أيضا، خصوصا أن العملة الخضراء تنتعش ولو هامشيا بعد كل محضر للفيدرالي الأمريكي؟ يعني بشكل واضح الدولار الأمريكي يسيطر خلال التعاملات هذا العام بنتيجة التوجه الشديد لأسعار الفائدة والمحافظة على نية تشديد أسعار الفائدة لفترة أطول. خدم ذلك الدولار الأمريكي بشكل كبير، شفنا اليورو يعني يكاتح مستويات 1.08 إلى 1.09، منطقة صعبة بالنسبة لليورو أمام الدولار الأمريكي. ولكن إذا أتينا إلى المدة الزمنية اللي ممكن يستمر فيها الوضع هذا، أعتقد لن يستمر لفترة طويلة ضعف اليورو أمام الدولار الأمريكي. السبب بشكل واضح نية المركز الأوروبي في تشديد أسعار الفائدة ورفعها بشكل أكبر لا تزال مستمرة لفترة أطول، بينما في جعبة الفيدرالي ممكن رفعتين كحد أقصى لأسعار الفائدة وتصل إلى قمتها عند بإضافة 50 نقطة أساس كحد أعظمي. وبالتالي اليورو مرشح لمزيد من الارتفاعات بعد هذه المرحلة، لأنه التضخم لا يزال بعيد عن المستهدفات في المنطقة الأوروبية، وضرورة أسعار الفائدة أعلى لا تزال موجودة، وأسعار الفائدة أصلا لا تزال نسبيا متدنية بالمقارنة مع مثيلتها في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا يعطي المجال لرفعات أكثر في أسعار الفائدة من قبل المركز الأوروبي في الفترة القادمة. هذا يرشح إمكانية رفع ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي كزوج عملات مع الربع الرابع من هذا العام، ممكن نشوفه يبدأ بالعودة مجددا إلى مستويات فوق 1.12 و1.13. بالنسبة للباوند كذلك الأمر نفس القضية، لا يزال هناك نية برفعات أسعار الفائدة موجودة من المركز البريطاني. لأسعار الفائدة نسبيا منخفضة بالمقارنة مع مثيلتها في الولايات المتحدة الأمريكية، انتهت دورة التشديد نسبيا أو قريبا من أن تنتهي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال مستمرة في المركز البريطاني. ففرق أسعار الفوائد وهذا السبريد اللي نحن عم نشوفه بين أسعار الفوائد سيتقلص تدريجيا خلال الفترة القادمة، وهذا يصب في صالح العملات مقابل الدولار الأمريكي، ولكن على المدى المتوسط إلى الطويل. بينما على القصير حاليا لا تزال الأسواق تسعر إمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر. طيب سيد رائد، أنتقل معك إلى سوق الطاقة أو أسواق الطاقة بالتحديد. مؤتمر أوبك الدولي الذي انطلق يوم أمس، يعني المؤتمر جاء بعنوان العمل على انتقال مستدام وشامل للطاقة. من العنوان تلتمس هناك رغبة بالانتقال الحقيقي للطاقة البديلة في ظل الأزمات الاقتصادية والنفطية الموجودة، هل فعلا سنشهد هذه الانتقالة في الطاقة؟ يعني نحن نشهدها، نحن عم نشوف ارتفاع واضح في قطاع السيارات الكهربائية، عم نشوف عنا مبيعات تفوق التوقعات بالنسبة لتسلا وبالنسبة لشركات كهربائية صينية. كذلك الأمر عم يكون في عنا توجه نحو الطاقة البديلة وإلى الجودز أو السلع أو المعتمدة على الطاقة البديلة بشكل أكبر. ولكن حتى الآن نحن عم نشوف أن النفط محرك أساسي للأسواق وللاقتصادات، وأي يعني عم نشوف الضغط اللي عم بتشكله معروض النفط الضيق نوعا ما عم بيسبب ارتفاع في التكاليف إضافي وارتفاع في مستويات التضخم. بالتالي جزء من عملية ارتفاع مستويات التضخم هو ارتفاع كذلك الأمر في أسعار الطاقة والوقود. بالتالي بطريقة غير مباشرة البحث عن الطاقة البديلة واعتماد أوبك بلس على أنه ما هو مستقبل الطاقة الجديد، أعتقد هو عبارة عن دخول في اللعبة مبكر ويعني برو أكتف، خلينا نقول شيء أسرع من المتوقع في الفترة الحالية. ولكن معطيات السوق حاليا لا تزال تصب في صالح أنه أنا عندي الوقود التقليدي هو الذي يسيطر على أداء الاقتصاد، ولم يصل بعد الطاقة البديلة كسوق إلى محركات أو إلى خلينا نقول إلى مؤثرات أكبر على أداء الاقتصادات العالمية من المؤثرات التي تشكلها الطاقة التقليدية والنفط. طيب إذا ما تم الانتقال سيد رائد بالنسبة للطاقة البديلة، هل سنشهد احتكار لهذه الطاقة على الدول الغنية فقط؟ أم برأيك كيف يمكن
للدول الغنية هذه، مساعدة الدول الفقيرة في التحول للطاقة المتجددة، وأيضا مسؤوليات المنظمات الدولية في هذا الجانب؟ أنا أعتقد أوبك بلس تحاول أن تلعب دورا مهما في تحقيق أن يكون هذا كمنظمة دولية، أنها تكون يعني من كدور قيادي وريادي في هذا القطاع، وبالتالي هنا نبحث عن حلول عالمية وليست محصورة على دول مقابل دول أخرى، وإنما نحن عم نشوف التحول يكون سريع. طبعا واضح أنه راح يكون سريع في البلدان المتقدمة على حساب البلدان النامية، ولكن ممكن جدا أنه نشوف طالما التأثير لم يصل بعد إلى المنتجات والخدمات بشكل كامل. نعم يوجد ارتفاع كبير في المنتجات والخدمات التي تعتمد على الطاقة البديلة، ويوجد ارتفاع في الطلب عليها، ولكن حتى الآن لا تشكل هي الحصة السوقية الأكبر، ولا تزال حصتها ضعيفة نسبيا في كل الأسواق سواء كانت المتقدمة أو النامية، ولعل حصتها في الأسواق المتقدمة تكاد تكون مساوية لنفس نسبة الحصة في الأسواق يعني المتقدمة مقابل النامية. بالتالي ذلك يعكس حقيقة أن التوجه هو موحد بالنسبة لدول العالم نحو التوجه نحو هذه الحلول البديلة أو الطاقة الجديدة أو حلول الطاقة الجديدة. إجمالا ما نريد إيصاله هنا أنه لا تزال يعني الحكم على أنه من يفوز في السباق متقدمة أو نامية وكيف وآلية توزيع هذا مبكر نسبيا، لأنه كما ذكرنا نسبة الاعتماد لا تزال ضعيفة في معظم الاقتصادات. يوجد اقتصادات نامية ولكن نسب الاعتماد فيها أعلى بكثير من نسب الاعتماد في البلدان المتقدمة أو بعض البلدان المتقدمة، بالتالي لا يمكن حصر ذلك على الإطلاق في الوقت الحالي، لأنه حصة لا تزال صغيرة نسبيا في الأسواق، وكأثر لا يزال نسبيا صغير في الاقتصادات. طيب سيد رائد، أختتم معك. من الأمن الغذائي ومخاوف أممية من أن لا يتم تمديد اتفاقية البحر الأسود المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية التي تنتهي في 17 يوليو، هل تتوقع أن يشهد أو تشهد هذه الاتفاقية تمديد إجراء شروط جديدة ما بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة وأيضا تركيا؟ كيف تقرأ هذه الأزمة؟ هل العالم متجه نحو أزمة غذائية إذا لم يتم تمديد هذه الاتفاقية؟ احنا شفنا الآثار السلبية لمجرد الحديث عن وجود هذه الأزمة أو بدء بوادر هذه الأزمة، وشفنا أنه كانت المساعي دولية وأممية بشكل سريع لتحول دون أن تحدث الأزمة الغذائية، وبالتالي أعتقد ما أن وجدت هذه الاتفاقية إلا لتستمر. أعتقد سوف يكون هناك شروط يعني إضافية، ولكن ستستمر هذه الاتفاقية. النقطة الأهم هي كأمن غذائي، أعتقد الحلول تكون أسرع، ووجود هذه الاتفاقية ضمن أنه ما يكون في عنا أزمة غذائية. لا أعتقد أنه نحن متجهين إلى هذه الأزمة، ولكن مخاوف مستويات التضخم، التوترات الجيوسياسية الموجودة، وأي تطورات أكثر فيها ممكن أن تضعنا في حالة من عدم الوضوح وعدم خلينا نقول الحصول على معلومات واضحة، بالتالي ممكن أن ذلك يؤثر على مستويات الطلب المستقبلية، مستويات الاحتياط، وممكن أن يكون في عندنا مسارعة أو مبادرة للاحتياط من بعض الدول على حساب دول أخرى للحقول دون أن تكون هناك أزمة، وهنا ممكن مشاكل الطلب ممكن أن تؤثر على الأسعار وتسبب تضخم مرة ثانية فيها وتسبب أيضا نقص في الإمدادات. ولكن أعتقد الاتفاقية الموضوعة هي متماسكة بشكل كبير ليمكن تمديدها أو قابلة للتمديد طالما لم يحدث هناك أي توترات جيوسياسية أو تطورات في الساحة الجيوسياسية بشكل أكبر. حتى الآن هي يعني اتفاقية متوقع لها أن يتم تمديدها. نعم، كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة إيكوتي من دبي رائد الخضر، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه الجولة من الأسواق.